قالينا الفراخ المحشية في الفاصل. الفراخ كانت محشية رز وبالكبد، شوحت الكبدة مع شوية الرز المصري الجميل، عملنا كده طبق رز بسيط، حشينا بيه الفراخ بتاعتنا وتبلناها بالبيض والبقسماط وقليناها في الزيت، وادي شكلها الجميل بعد ما جهزت. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل معاها ايه. هعمل لكم برضو حاجة خفيفة كده، هعمل سمبوسة فراخ، سمبوسة محشية فراخ. السمبوسة طبعا مقاديرها لازم يكون فيها سمبوسة، وكمان معايا مفروم فراخ، معايا بصل، ومعايا ثوم، زبدة، وفلفل رومي، وكزبرة خضراء. انا دلوقتي محتاجة ان انا اجهز بالحشوة. هنجيب كده الزبدة دي، كمان شوية بصل، وبعدين الثوم. هعصج مفروم الفراخ زي ما بنعصج اللحمة بالظبط، يعني مفيش اي جديد في الموضوع. هديله توابله، ملح وفلفل. عايزة بقى تحطي رشة قرفة، اوكي، مش حابة طعمها جوه السمبوسة او حاسة ان ولادك مش هيستلطفوها، بلاش. سيب بس البصل كده لمجرد ايه ان انا اجيب الفراخ، وبعدين انا مش هعمل حشوة كتير علشان انا مش هعمل كمية كبيرة، فخلينا ايه نعمل كده حاجات على قد ما هعمل معاكم. لازم المفروم بتاع الفراخ تدغدغي فيه كده علشان ما يرجعش يمسك في بعضه تاني ويرجع لأصله قطع. انت بقى ايه الشطاره ان انت تحاولي تقعدي ايه تفرفريه كده من بعضه. مش عايزه اسيبه غير لما الاقيه كله غير لونه، عشان لو اديته ظهري ممكن ارجع الاقي الطاسه كلها قطعه فراخ واحده. طيب دلوقتي ايه قلنا هنتبله بملح وفلفل ونديله كمان قرفة. بنيجي بقى كده نرجع نقلب تاني عشان بس ايه التوابل تدخل جوه مسام الفراخ. طبعا المفروم الفراخ يعني مجرد ما بيشم النار بيستوي على طول، ما فيهاش يعني ايه الحكاية انه لازم يقعد كتير على النار. ما تنسيش برضو ان لسه السمبوسة هتتقلي في زيت غزير، فبيرجع ايه الموضوع ياخد برضو يكمل سواه من جوه. انا هحط بقى الفلفل اهم ما في الموضوع. وانتي بتحشي سمبوسة سواء فراخ سواء لحمة سواء حتى بالجبن، اهم حاجة يكون الحشو بتاعك ناشف مفهوش سائل. لو الحشو فيه سائل يبقى السمبوسة هتطرى منك، مش هتعرفي تلفيها، فهتطلع بقى ايه مش مظبوطة خالص. بس كده ايه انا تقريبا حشوتي جهزت، اللي هي كانت عبارة عن مفروم الفراخ المتعصج بالبصل والثوم وشوية فلفل رومي وشوية كزبرة على بقدونس مفرومين. عايزة بقى تزودي جزر مبشور، اوكي، كل ده هيزود من قيمة
الحشوة الغذائية، هحط زيت بس هنا يسخن عقبال بقى ما ايه الف السمبوسة بتاعتي. السمبوسة كل الاطفال بيحبوها، فانتي بقى يا سلام لما تقعدي تجددي لهم في حشوات كده ليها. انا هحشي بقى كده مع بعض، نلفها كده، هي ميني سمبوسة، سمبوسة صغننة قوي بس شكلها في الاخر بيبقى امور الصغيرة دي. طيب انا علشان اقفل بس السمبوسة هاخد كده دي مع مية، تعملي كده زي عجينة بسيطة جدا وتاخدي كده ايه لحسة على صباعك وتقفلي كده هنا علشان ما تفكش منك في الزيت. نيجي بقى نشوف اللي بعدها. السمبوسة لما تلاقي نوع تجيبيه من السوبر ماركت وترتاحي له وتلاقيها خفيفة ما تغيروش، علشان هي بصراحة أنواع كتيرة بس مش كلها واحد. يعني في سمبوسة بتطلع جلدتها تخينة تقعد تشرب زيت وتقعد بقى ايه ممكن تفك منك في الزيت. انا بستخدم نوع كويس قوي بس طبعا ما اقدرش اقول لكم اسمه، وللاسف ما لقيتوش النهارده، بس ان شاء الله دي كمان تكون كويسه. احنا بقى هنرجع كده نحشي كل الكمية اللي عندنا بالشكل ده. هقفل زي ما اتفقنا. الخفيفة بقى اللي انا بقولك عليها دي ممكن ما بتحتاجش، من كتر ما هي خفيفة بتقفش على طول، ما تحتاجش ابدا تستخدمي الدقيق للتقفيل. هحشي دي معاكو اخر واحدة علشان الزيت سخن وعلشان كمان وقت الحلقة. انا بس اديتكو اهو فكرة حشو جديدة للسمبوسة، يا رب بس تنفذوها وتعجب الولاد. فانا بقى هقلي السمبوسة بتاعتي دي. لازم السمبوسة تفضلي جنبها تحمريها على الجنبين وبعدين تطلعيها وتقدميها لولادك. وانا كده خلصت حلقتي النهاردة، يا رب اكون عملت لكم وصفات عجبتكم، والسلام عليكم.